لكم الفقرة الأخيرة النهاردة، وهنتكلم عن طبعا النادي الأهلي في البداية، وكنا بنتابع يانج أفريكانز والنادي الأهلي والهدف النظيف الجميل جدا من حسين الشحات، وعندنا بعد كده كاس مصر، وعندنا تفاصيل كتيرة جدا، وأكيد هنتطرق كمان للمنتخب. حديثنا هيكون مطول، بس خلينا في البداية نرحب بضيفنا العزيز جدا الأستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي. صباح الهنا ولا بونجور؟ او بونجور الهنا، يبقى عملنا بونجور الهنا. والله جديده دي يا فندم، فكره روعه. والله كريم، بونجور الهنا. بونجور الهنا، منور الدنيا. بونجور الهنا عليكم انتوا الاثنين. صباح الفل عليك. صباح الفل. تعالى نبتدي كلامنا ودردشتنا برؤيتك للماتش الاخير للنادي الاهلي يانج افريكانز، والفوز وهدف حسين الشحات وصداره المجموعه. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني اقول لك ان الهدف جه في 14 ثانيه. هدف جه في 14 ثانية، تمريرة من حسين الشحات لمعلول، اسيست ولا أروع من معلول، يجي الهدف. الهدف يأكد لك إن حصل كلام بين الشوطين، لأن إحنا شفنا الأهلي بشكل، وشفنا الشوط الأولاني بشكل، والشوط الثاني بشكل تاني. صحيح. في أكثر رغبة في يعني في تصحيح اللي حصل في الشوط الأولاني، اللاعبين نفسهم كانوا تحرروا من مش عارف من إيه بالظبط، كانوا حاسين بإيه اللي خلاهم ما يقدوش مباراة في الشوط الأولاني بشكل اللي إحنا كلنا منتظرينه يعني. طب. لكن الشوط الثاني بصراحة يعني إيه، إدى اطمئنان لجمهور النادي الأهلي إن الأهلي ماشي بشكل كويس. أنتوا خلي بالكوا الأهلي لو بصينا بعد 60 يوم بتاع كأس الأمم، الأهلي مشي بوتيرة متصاعدة. تعادل مع شباب بلوزداد، ثم بعد كده الفوز على ميدياما و5-0 على بلدية المحلة، واخيرا الفوز على يانج افريكانز. ده يدينا مؤشر حلو جدا. ايه هو؟ ان الاهلي مشي بمنحنى متصاعد من يعني من تحت لغايه فوق، وصلنا للقمه في الشوط الثاني قدام يانج افريكانز، وده يدي اطمئنان كبير لجمهور النادي الاهلي ان المباراه اللي جايه امام الزمالك طبعا اللي هي ملهاش حسابات، لكن بيطمئن جمهور النادي الاهلي ان لعيبته أصبحوا كلهم جاهزين لتقديم مستويات جيدة. جمهور